السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي وحبايب قلبي في كل مكان. النهارده معانا عرض للمجموعة الخشبية، بس قبل ما نعرض المجموعة الخشبية في كام نقطة معينة عاوز اتكلم فيها. في اكتر من واحد كلمني على الانستجرام في كذا مشكلة. في واحد لما بيفتح السكينة بتاعته الظهر بيفتح للآخر، ده مشكلته ان هو لاحم السكينة غلط، مقفل كل الاماكن اللي المفروض بيبيت فيها السلاح زي ما انتم شايفين كده في الظهر. خلينا ننطر البرشامة نشوف مع بعضينا، معلش احتمال الفيديو يبقى طويل شوية لكن ان شاء الله هيبقى ممتع ومفيد. تمام، وننطر البرشامة التانية اللي ورا اهو، نطلع كده الظهر، قول بسم الله. ايوة كده السكينة بقت حرة معنا. تمام، دي السكينة اهي، شايف السلاح ده لازم يركب في الظهر ده. خلينا نفك الحلقة كمان عشان كل حاجة تبقى واضحة ومبسطة قدام حضراتكم. اهو الظهر ده زي ما انتم شايفين السلاح ده كده، الظهر ده لازم يركب فيه كده اهو، لازم يركب كده بالشكل ده، بالشكل ده لازم دي تخش تبات هنا، شايف الحتة دي لازم الصاجة دي تخش تبات فيها كده بالشكل ده. انت بقى لما بتتكسر عندك العصفورة من فوق الحتة دي بتبدأ ان انت تلحمها، فتلحمها هو يضيع لك التفاصيل دي. شايف الفتحة دي، الفتحتين دول، دي فتحة الدبلة ودي فتحة بيركب فيها السلاح، واللي تحت دي فتحة بيركب فيها السلاح، فدول راحوا منك خلاص، راح السلاح على كده. الظهر لازم يتغير، السلاح عمره ما هيثبت لان حتى الظهر ده متحكم في السلاح. يعني بص، انت لو حصل عندك مشكلة في الخشبة هنا شايف، هي كفيلة ان هي تفتح لك السلاح وترجعه. ليه؟ لان الظهر ده ميزان، هو ليه مقاس معين بيركب فيه. وفي واحد تاني كان مكلمني هو فك السلاح بس مش قادر يفك الظهر. ليه؟ لان هو اعتقاده ان سقى كل الخشبة ديت امير او سوبر جلو، ودي حاجة غلط. سقى كل ده سوبر جلو، فطبعا كده الالياف بتاعت الخشب ما بقتش تتنفس، يعني ما بقتش ان انت تقدر تديها زيت فتصلب معاك او تديها زيت فتبدا تبين، لا انت كتمت كل الالياف بتاعتها ديت، بقت عامله زي حته الحطبه، بالعكس انت ممكن تكسرها. فده معتقد خاطئ في مصر وشائع، فبلاش ان انتوا تعملوه. في الحاله الثانيه في واحد مكلمني ان السكينه ما بتفتحش وتقفل كويس، يعني بيعمل السكينه كده زي ما انتوا شايفين، شايفين السكينه دي؟ شايف كده السلاح فتح اهو، شايف اهو بروحه، شايف يعني كده اهو، شايف فتح. دي مشكلتها في ايه؟ دي مشكلتها في الظهر نفسه، الظهر نفسه مفتوح زياده. حتى بص فتحه السكينه، تلاقي فتحه السكينه مش عدله، تلاقي السكينه واخده لها كيرف لورا شويه. ده السلاح بيلق من هنا، مش ماسك في الخشبه كويس، والظهر ده العوجه بتاعته او القوس بتاعه فتح شويه، فلازم يتقوس. يتقوس ازاي؟ بيبقى السلاح ده كده اهو جاي بالقوس بالشكل ده، هو بيفتح. عشان كده في ناس تقعد تحشر خشب وتحشر مسامير من اخر الظهر، يعني يجي في اخر ظهر المطوه كده يبدا يحشر لك خشب ومسامير، ودي حاجه غلط. انت لازم تفك الظهر ده، ترجع تقوسه على وضعه تاني وتركبه. فدي بالنسبه للمشاكل اللي جات لي يا جماعه، واتمنى ان انا كده اكون رديت عليها واخليت ضميري قدام ربنا. تمام، فمقطع النهارده بقى هنستعرض المجموعه الخشبيه بتاعتنا وصلت لغايه فين. طبعا ديت سكينه جديده تعتبر، خاصه بالشروحات، بس انا دهنتها كامل اسود عشان لما اجي اشرح عليها حاجه تبين. وبالنسبه للبرشامه لو غيرتها هو بيكون مسمار عادي، يعني بتجيب مسمار عادي بتاع خشب اهو، بس بيكون نفس سماكة البرشامة اللي انت نطرتها من السكينة. تاخد البرشامة معاك ديت، تجيب اي مسمار، اي حتة حديدة نفس المقاس، وتبدأ تبرطشها. والقناة عندي مليانة فيديوهات يا جماعة بتشرح الموضوع ده. ناخد الاول سطر سطر كده. يا سلام، وحشني اني اقعد اشرح المجموعة الخشبية زي ما انتوا ما شايفين كده. طبعا اول سكينه هنتكلم عنها هي الخوجه اللي انا عاملها ديت، ملكه الاوكابي زي ما انتم شايفين كده،
معمولة على طراز الألماني الإصدار الثاني، هلالين وتلات نجوم. ديت القطعة الجامبو 1 اوف 1، يعني ما فيش حد عم فكر ان هو يعمل سكينة زي كده غير انا بصراحة. هي طبعا عايزة تتلمع شوية، فيها شوية بتينة مع العمر مع الركنة مع العرض مع عدم الاستخدام، لكن ديت طبعا اللي متابعني من الاول عارف ان دي صناعة محلية، ديت ملكة الاوكابي. نيجي لأهم سكينة عندي في المجموعة الخشبية وتعتبر من النوادر دلوقتي لأن وقف إنتاجها، ديت اللي هي يا جماعة ملكة النباخات، دي بتاعة الأمير فهد، بعتها لك ديت طبعا، دي من مجموعته الشخصية، دي ملكة النباخات يا جماعة زي ما انتم ما شايفين، دي صناعة أسبانية، الشركة اللي عاملاها اسمها ICA، دي شركة أسبانية يا رب تبقى واضحة. بص شايف اللمعة بتاعت الستيل دي، شركة ICA، شركة أسبانية طبعا مكتوب ميدن ان أسبانيا، طبعا زي ما انتم شايفين كده ميرور بليت، يعني النصل بتاعها مراية. طبعا نظام القميص لازم تفتح الكسرة تكسر الظهر، تبدأ تقفل النباخة وترد الكسرة تاني، طبعا مطعمة من النص من هنا كده بالباك لايت اعتقد، وعندك كلها كده تعتبر ميرور ستيل يا حبيبي، النباخة كلها بتلمع. ديت من التحف الفنية اللي في مجموعتي. نيجي ديت برضك بعتها لي الامير فهد في المجموعة بتاعتي، ديت اللي هي الأوبينال مقاس 13، دي أكبر سكينة عملتها شركة أوبينال الفرنسية يا جماعة. طبعا كتب لي عليها الاسم بتاعي، اسمي محمد خليفة، والسكينة ديت مكتوب عليها أوبينال وتحتها إينوكس. إينوكس ديت يعني اللي هي ستانلي ستيل، في اللي بيجي بيبقى كاتب لك هنا أوبينال وتحتها كاتب لك كاربون، يعني المعدن بتاعها كاربون ستيل، وطبعا الخشب بتاعها خشب ورد. سكينة جميلة جدا وجبارة وعملية، بس ليه بقى انا ما بستخدمهاش؟ لان السكاكين دي تنظيفهم صعب، يعني لو انا اتفشخرت اني استخدم واحدة فيهم على ما هاجي اني انا انظفها هيبقى تنظيفهم صعب. دول اكبر تلت سكاكين عندي، تالت سكينة كبيرة عندي او رابع سكينة كبيرة عندي هي اوكابي. السكينة ديت اسمها اوكابي، او انا مسميها ملكة الاوكابي. الاوكابي الملكة ديت صناعة شركة صينية، والشركة ديت صنعتها على ستايل ان السكاكين الخرصة الالمانية القديمة، كان في زمان يقول لك المطوه الخرصه ام كرش، تمام، اللي يبقى ليها الخشبه بتاعتها من هنا جايه تخينه شويه، فديت على ترس واحد، شايف اهو ده ترس واحد بس اللي هنا اللي في المطوه يفتح، اسمع كل ده فاضي، اسمع تيجي تدي لك طق. طبعا الريش ده ريش الحباره، طبعا اللي عايشين في الخليج عارفين هي تعتبر زيها زي الاوكابي، لكن الشركه ديت صينية. المقبض بتاعها من البلاستيك والنصل من الستانلي ستيل العادي او الفولاذ العادي، يعني ممكن يبقى الـ HCR حاجة زي كده، يعني حاجة خفيفة وعلى قدها، لكن مش عملية. يعني خلينا بقى نيجي للصراحة ونيجي للأمانة، لو توفرت قدامك سكينة زي كده ما تشتريهاش. وطبعا لو انت مصري وبتتابعني دلوقتي او اول مرة تشوفني، فأنا ما ببيعش، وأنا طبعا مصر محظور فيها السكاكين، والناس اللي بتبيع على التليجرام باسمي دول نصابين، أنا التواصل معايا فقط عن طريق الانستجرام. بص لو أنت عايش في أي حتة في الخليج، الحمد لله الحمد لله إحنا على علاقة طيبة بكل أصحاب المحلات، أجيب لك أكواد خصم وأخليك تشتري من المحل اللي في دولتك، اللي في الدولة اللي انت فيها، لو انت في الكويت اخليك تشتري في الكويت،
لو انت في السعودية خليك تشتري في السعودية، لو انت في الامارات اخليك تشتري وانت في الامارات من المحل. انا بس هديك كود خصم او هوجهك او هقولك المحل ده او الحاجة دي تلاقيها فين او الحاجة دي تتشحن لك ازاي لو انت عايش في امريكا، لو انت عايش في ده بس دولتك انت محظور فيها اصلا السكاكين، فدي حاجة خارجة عن ارادتي. طبعا دي حاجة يعني بتكون قوانين دولية وليها علاقات بالشحن والكلام دوت. وكل المحلات اللي احنا بنتعامل معاها في الخليج هي محلات من اكبر المحلات الحمد لله، وشغلهم كله نظامي تمام. فالسكينة ديت لو اتوفرت قدامك ما تشتريهاش تمام. طبعا المجموعة الكبيرة اللي انتوا شايفينها قدامكم ديت، دول اعتقد دستة ونص ديت اللي هي الاوكابي، ده طبعا الاصلي القديم المخزن الساوث افريكا اللي انا بحب اجيبه بكميات ضخمة عشان اشتغل عليه. يعني انا اعتقد الاوكابي ده عندي منه حوالي يمكن 5 دسات او حاجة، بس جايبهم لمزاجي كده، افتح اقعد العب، امسك 10 سكاكين اعملهم بشكل، امسك 5 سكاكين اعملهم بشكل تاني، وهوريكم دلوقتي. ديت طبعا الاوكابي الافريقي الخشب القديم المظبوط الناشف، وعامل لهم تجارب عندي على القناة والفرق بينهم وبين الصيني. فمش عايزين نطولها في المجموعة دي، كل المجموعة اللي قدامكم دول حوالي 18 ولا حاجة. دي 1 2 3 4 5 6 7 8 16 17 سكينة، دول كلهم يعني دستة ونص، دول كلهم من الأوكابي العادي. نيجي هنا لأم شوكة. طبعا عندك ديت أم شوكة الألمانية، خشب الزيتون، المعدن بتاعها بدام المسمار فاتح كده زي ما انت شايفه، يبقى دي كده الستانل ستيل. حتى وهي مقفولة، هي مقفولة كده والخشبة بتاعتها فاتحة، المسمار بتاعها لونه سيلفر، يبقى ديت ستانل ستيل. الخشب بتاعها ده يا عتم يا خشب الزيتون، هو بيتقال كده يعني، بيتقال في الامارات هنا اسمه عتم او خشب الزيتون، فيمشي الاتنين. عندك السودة، السودة ديت تبقى ايه؟ خشب البلوط، الله ينور عليك. عندك البنية، البنية ديت تبقى ايه؟ خشب جوز، الله ينور عليك. يبقى ده خشب الجوز، ده خشب البلوط، ده خشب الزيتون او العتم. المسامير زي ما انتم شايفين كده، المسامير ديت سودة والمسمار ده فاتح. المسامير السودة ديت تبقى ايه؟ كربون ستيل، برافو عليك. ده اللي هو السلاح النصل بتاعها كربون ستيل، اللي هو بيكون النصل بتاعها عالي الكربون، وعالي الكربون ده بيسمح للنصل بوجود بعض البتينة عليه زي ما انتوا شايفين كده، في بعض البتينة على النصل. طب هل الان ده خطر اني انا استعمله في الاكل؟ طب انا عايز اقول لك على حاجة، معظم الشيفات العالميين، الشيفات العالميين السكاكين بتاعتهم اللي بيستعملوها بتكون كربون ستيل في الطهي وفي الاكل. طيب لما بيجي يسنها ما بيلمس النصل بتاعها او ما بيلمس البليد، ما بيلمعوش، بيخليه على شكله. ليه؟ لان ده بيبقى عامل زي الشعر الابيض اللي بيطلع للراجل كده، هيبة السكينة او عمر السكينة بالنسبة للشيف. طب هل الان هو مضر في الاكل؟ لا، هو مش مضر في الاكل ومش بيطلع في الاكل، لان البتينة حاجة والصدى ده حاجة تانية خالص. الصدى ده لما تخزن حاجة تخزينة غلط وتبدأ تطلع الصدى ده اللي هو لونه الاصفر، لكن النتوءات السوداء اللي بتطلع على السكينة ديت اللي هي عالية الكربون او الكربون فيها زيادة في البليد بتاعها، ده بيكون حاجة طبيعية بتطلع من النصل نفسه او من المعدن نفسه يا جماعة، وديت ما بيكونش ليها مشاكل. فديت المجموعة الالمانية من شركة ام شوكة. طيب تيجي تقول لي هو ايه الافضل، الاوكابي الالماني القديم افضل ولا ام شوكة؟ لا، ام شوكة انا عن نفسي اللي الناس كتير ما تعرفوش، انا اقدر اشتري الماني عادي جدا، اقدر اقتنيها بكل سهولة. انا عندي السكينة ديت وجات لي كده، ديت اللي هي اول اصدار افريقي الماني، ديت اللي بيبقى مكتوب عليها كربون ستيل، النصل بتاعها من قدام كده بيبقى مكتوب عليه كربون ستيل. كربون ستيل ديت اللي هو عمل الاصدار الاول السادة في المانيا،
بعدين عملوا الإصدار الثاني للهلالين كانوا مخرومين، بعدين عملوا الإصدار الثالث والمشهور اللي هو كان فيه فتحة من هنا، بعدين نقلوا المصنع جنوب أفريقيا. لما نقلوا المصنع اشتغلوا على ده، كان أول إصدار كانوا بيكتبوا عليه من هنا كاربون ستيل، لأن كانت الأسلحة ديت أو السكاكين كانت لسه بتطبع في ألمانيا، فما عملوش عليها لا ميدين جيرماني ولا ساوز أفريقيا. ما يعني مرحلة نقل المصنع أو أول إصدار يطلع هناك بعد نقل المصنع هو ده، فكتبوا عليه إصدار كاربون ستيل. تمام يا جماعة؟ فديت السكاكين. أما بالنسبة للناس اللي بتتكلم على سكاكين خوجة، سكاكين خوجة ديت هي وارد خوجة، وخوجة لسه شغال لغاية دلوقتي. يعني انت ممكن تشتري من السعودية دلوقتي أم شوكة الألمانية مكتوب لك عليها هنا خوجة. ليه بقى؟ لأن خوجة ده اللي هو المستورد اللي كان بيستورد السكاكين ديت زمان، طبعا لما كانت بتنزل مصر فاحنا ما كناش نعرف الموضوع ده، لكن خوجة ده المستورد. فكان اسم خوجة ده ممكن تلاقيه على الألماني الفاضية خالص، ممكن تلاقيه على الإصدار الأول، على الإصدار الثاني الثالث، لأن هو كان بيستورد السكاكين ديت. لكن انت خوجة ديت متشعبة، خوجة دي شركة، شركة استيراد وهي بتشتغل اوريدي في السكاكين، فممكن سكاكين مطبخ، سكاكين مش عارف ايه، سكاكين كتيرة جدا تلاقي مكتوب عليها خوجة. تمام يا جماعة؟ كده خلصنا من الموضوع ده. نيجي لحتة زي كده، ديت برضك عندي ايه؟ ديت الخشب بتاعها الزان الأحمر والمقبض بتاعها ستانل ستيل، دي الخوجة الباكستاني. ونعمة. الحتة ديت حلوة ونعمة. أنا بصراحة يعني اشتريت السكينة ديت بحوالي يمكن 85 درهم أو 90 درهم، وهي تستحق أقل من كده، لكن أنا دفعت المبلغ ده فيها لأن يعني مش عندي في المجموعة، وأنتوا شكلكم من كتر الإلحاح عليا هتخلوني إن أنا أتجه أجيب لكم التلات إصدارات الألماني أحطهم لكم في المجموعة عشان أرتاح منكم ومن زنكم على الألماني، وهدفع دم قلبي فيهم وملهمش لازمة. دي الأوكابي الصيني زي ما انتم شايفين كده، أوكابي ومكتوب لك عليها ميدين ساوز أفريكا، والحد بتاعها نازل الشفة كبيرة كده، فتك الحد مفتوح كده ومن الناحيتين، والخشبة باينة وبيضة وبتلمع كده، ودي شكل الطبعة اللي عليها. ما تدفعش فيها درهم، ما تدفعش فيها، ما تشتريهاش أصلا، دي ما تشتريهاش أصلا. ليه؟ سكينة غير عملية، فلوس على الفاضي، فلوس في الهوا. دي تشتريها وقت زنقة، انت طالع تكشد دلوقتي، طالع تخيم دلوقتي، وسط ما انت ما بتشتري الحطب وبتشتري الغاز وبتشتري مش عارف ايه، وافتكرت ان انت نسيت سكينتك او ما عندك سكينة، يلا خدها مشي حالك. وانصحك خد لك اتنين بالمرة عشان لو واحدة اتفرتكت منك ما تخربش عليك الرحلة ويتعكر المود، وتبدأ ان انت تقعد تدور سكينة او تحاول ان انت تمسك النصل بايدك تشتغل بيه. تمام؟ فدي برضك من السكاكين اللي عندنا. نيجي برضك في ديت ام وعي، ديت طبعا انتاج شركة اللي هي اف هيردر زولينج الالمانية، دي انتاج شركة اف هيردر من مدينة زولينجن الالمانية. طبعا بنبعت سلامنا لاخونا جو اسم ارن الغزال في المانيا دلوقتي. ديت ام طاحون او ام وعل، ده الاسم الدارج بتاعها عندنا. ديت انتاج شركة ايبكس، هو انا قلت ديت ايبكس ولا ايه؟ ديت يا جماعة انتاج شركة اف هيردر، اوكي؟ ديت اللي انتاج شركة ايبكس، عشان مش مترجم انا لخبطت في الكلام ولا لا. ديت ام طاحون او ام وعل انتاج شركة ايبكس الالمانية، اهي زي ما انتوا ما شايفين. ده الشكل وده التصميم بتاعها. الخشب بتاعها ده خشب البلوط، نزلوا منه اكتر من اصدار، في ديت الكربون ستيل، في منزلين منها الستال ستيل، في نزلوا منها مقاس 12 اللي هي الكبيرة شوية او الاكبر من كده. سامع طاقة الالماني؟ انا عارف في ناس بتتكيف على الكلام ده. طبعا الحتة ديت جايالي من عند
عم عبد الله خشيمة. دي جاية لي هدية يا جماعة من مجموعة عم عبد الله خشيمة. طبعا احنا هواة السكاكين، لما نهادي بعض بسكينة او لما يبقى عندك سكينة من فلان او سكينة من علان، فدي بتبقى حاجة يعني حلوة بالنسبة لك انت، ان دي حاجة شخصية بتاعت الشخص ده، يعني ديت شخصية بتاعت عم عبد الله كان بيستخدمها وبقت عندي، فهمت؟ فديت برضو بتبقى حاجة حلوة يعني. اخر سكينة في المجموعة ديت اللي هي المشكلة حاجة زي كده، ديت انتاج محلي، الخشب بتاعها خشب عتم زي ما انتم شايفين كده، بس ده ادم بقى جرى عليه الزمن. المعدن بتاعها ستانل ستيل والظهر بتاعها صغير. ديت عاملاها شركة الزفرة للصقور، سكينة صغيرة جدا وانتاج محلي، وديت يعني بتتعمل كانت اعتقد يعني الشركة منزلها للصقارين او حاجة زي كده هنا في الامارات. يعني انت عارف الامر ما يخلاش منك من قص رقبة حمامة، بتبقى عايز تقطع خيط، بتبقى انت عامل الحمامة خي عشان تصيد بيها الطير او تصيد بيها مش عارف ايه، فبتبدأ تقطع بيها، فبتبقى يعني سهلة وصغيرة وبتخدم معاك في اكتر من مجال. وبالنسبة لحجم الاوكابي هي تعتبر التلتين، دي التلتين الصغيرة يا جماعة يعني اصغر منها. فديت المجموعة التانية اللي انا كنت بكلمكم عليها. في حاجة زي كده ديت تعتبر سكينة من سكاكين الشخصية في الاوكابي، ديت اللي انا شغال عليها وسنتها الحد مراية، عاملها على زاوية 18. الحد ده يا جماعة موس جدا وليه اكتر من تجربة عندي على القناة. دي تعتبر من سكاكيني انا الشخصية اللي بستخدمها. طبعا العاجة بتاعتها او الخشبة غامقة، نادرا او صعب ما تحصل خشبة غامقة. ايه الحتة ديت موجودة. نيجي للاربعة، انا عارف الطاولة مش باينة انا بجيب منين، بس انا بجيب من بعيد. ده اصدار من اصداراتي اهو زي ما انتوا ما شايفين. دي ام قرن غزال، ديت كده كل سكينة راكب عليها ضفر قرن غزال الايل زي ما انتوا ما شايفين. اهي دي السكينة وهي مفتوحة وده الضفر اهي، شوف دي السكينة وراكب عليها طبعا ميداليا كده شخص بجمجمة، وفي ديت مركب عليها خوذة سبارتن اهي زي ما انتم شايفين برضو، ديت بضفر اهي، كل دول بضفر عاجل ايل او قرن غزال الايل الطبيعي. حاجة زي كده دي تعتبر سادة كامل السكينة زي ما هي، بس انا لاعب على النصل زي ما انتم شايفين كده، عامل له معالجة زي خدوش النمر اهو، دي فقط انا لاعب في نصلها زي ما انتم ما شايفين كده. فدي برضك من ضمن السكاكين اللي انا اشتغلت عليها. ممكن اوريكم المجموعة الايطالية، القطعتين دول ايطالي، الحتة ديت خشب الزيتون وديت خشب الجوز، ديت من شركة اولد بير الايطالية، وهي شبيهة شركة مام وشركة اوبينال الفرنسية. شركة مام وشركة اوبينال الفرنسية، وبرضك في منتجات من شركة مارتينيز البرتغالية هتلاقوها تشبه الاصدارات ديت، لكن اعلاهم واغلاهم هي سكين اولد بير الايطالية. في سكاكين يا جماعة من الاصدار ده بتوصل 1000 درهم اهو زي ما انتم شايفين. دي سكاكين اولد بير الايطالية، دول مقاسين مختلفين، اللي قدام ديت خشب الزيتون واللي ورا ديت خشب الجوز. طبعا القفل بتاعها تقفل كده والدبلة دي كده اهي تزقها كده خلاص قفلت السكينة معاك، تفتح وتفتح السكينة وبرضه بتزق الدبلة دي كده خلاص كده النصل ثبت. ده الشغل الإيطالي. لكن أنا بالنسبة لي المفضل هو الشغل الأسباني الفرنساوي، أيوه الفرنساوي اللي هو الأوبينال. وطبعا الأوبينالات أنا ما دخلتش فيها كده وخلاص، بالعكس أنا دخلت في السكينة ديت وعشقتها
لدرجة ان انا بدأت اشتغل عليها واطور فيها. يعني زي ما انتم شايفين دي الاوبينال بتيجي كده بكل الاحجام، يعني حتى الصغيرة منها شايف بتيجي بنفس الشكل كده اهو، زي ما حضرتك ما شايف كده سادة خالص. الفتحة ديت ما بتبقاش فيها، الفتحة ديت بس معمولة في ديت لان هي كبيرة بتاعة المصنع، لكن لو جينا للعادية الصغيرة بتيجي بالشكل ده هو كده، كل دول بيجوا بالشكل ده سادة. طيب نشوف احنا طورنا وعملنا ايه في سكاكين الاوبينال. نيجي كده حتة زي دي، طبعا حتة زي دي هي تعتبر جاية من نقاشة خلقة، ديت مرسوم عليها اهو صخور، ودول ناس طالعه تتسلق الجبال اهو، تحت في نار ولعه. اللي يعرف يميز الرسمة يا جماعة زي ما انتم شايفين، دي بتيجي كده من الاصدارات الليميتد او الاصدارات المميزة من شركة اوبينال، وهي بتقفل بالحلقة دي كده خلاص، اتمكنت تفك الحلقة ديت وتقفل، تقفل معاك ديت السكينة الاوبينال. المجموعة دي كلها كده، خلينا نعدهم، نقول بسم الله، الله، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 سكاكين اوبينال، دول من تصاميم العبد لله على اصدارات الشركة ديت. يعني عندك واحدة زي كده ديت معمول لها المقبض بتاعها قرن غزال، ومحطوط في الظهر بتاعه راس جنيه مصري زي ما انت شايف كده، دي من راس قرن الغزال، دي قطعة قرن غزال عاق طبيعية راكبة على السكينة. واحدة زي كده دي مصممة على شكل الطلقة زي ما انت شايف كده اهو، ده شكل السكينة قدامك. تفتح كده النصل، خلنا بس نفك الغويشة، ايوه، تفتح كده النصل، شايف النصل بتاعها، القصة بتاعته عاملة ازاي اهو، ده النصل بتاعها، دي السكينة يعني عاملة زي الرصاصة. في واحدة زي كده ايه، شوف ديت الاصدار ده الشكل بتاعه عامل ازاي، دي جميله برضو. وفي سكينه الرعد ديت واخد النصل بتاعها فينش، عاملها زي النتوءات كده او الدما ستيل، او مطلعين له الوان سودا عشوائيه، وعليها زي ضربات رعد كده من ورا، وحفر، والميداليه نفس الشيء، ومفتوح لها فتحه وراكبه فيها خيوط باراكورد من ورا، تمام؟ فديت من ضمن شغلنا على الاوبينالات. قيس على كده النص ونص، نص فاتح في غامق كامل بتلمع عامله زي حته الشوكولاتايه السايحه زي ما انت شايف كده. قيس عليها الاصدار ده، احنا واشمين عليه من ورا من هنا، عامل عليه رسمه قطه قاعده، طبعا تفتح كده، شايف الرسمة اللي على الظهر، شايف التسويد، وشايف الفتحات، وحتة الباراكورد والفتح، كل ده شغلي عليها. آخر ثلاث إصدارات اشتغلت عليهم حاجة زي كده، دي بالألوان الطبيعية والتلميع زي ما أنت شايف كده، الحتة الجميلة الخرافة الخزعبلية ديت، ومعاها ميدالية الباراكورد والعلاقة الحلوة ديت أو الميدالية. الحجم الكبير أو حجم 12 ديت كنت عاملها الستيل بتاعها بيلمع جدا، بس طبعا من الركنة، وكامل سودة منقشة، وفتحت لها فتحة وعملت لها ميدالية باراكورد، وديت كانت معتمدة، وعملت من هنا مكان لصباعي امسكها عشان مانع الانزلاق، وديت كانت سكينة بعتمد عليها كتير جدا في رحلاتي لصيد السمك الخاصة. اخر حاجة عملتها معايا هي زي ما حضراتكم شايفين كده السكينة دي بالمقاس الجميل اللي انتوا شايفينه ده، ركبت فيها طبعا خوذة سبرطية ميدالية باراكورد كبيرة، الشغل اللي انتوا شايفينه، الرسم الجميل ده، والفتحات والنتوءات، والاهم من كل ده رسمة السلاح الجميلة، الاكسدة الحلوة اللي انتوا شايفينها اللي انا عاملها عليه ديت، واللمعة اللي من تحت، والسن بتاعها يعتبر سن مجرم، يعني سن قوي جدا جدا جدا، تمام؟ دي مجموعة الاوبينالات. ممكن ادخل لكم على مجموعة من هنا، ديت الكشميرية زي ما انتم شايفين، علي واولاده وطارق بشير وكل السكاكين ديت واحدة منهم، طبعا قديمة جدا، انا مشتريها على حالتها دي كده، ومشتريها على حالتها كده غالية جدا اقسم بالله،
يعني لو قلت لحد سعرها مش هيصدق. ديت سكينة من سكاكين طارق بشير. عندك كل الشغل ده المارتينيز البرتغالي. دول شبيهات النباخات. طبعا لسه النباخات ما دخلوش في الكادر زي ما انت شايف كده. حتة ديت منقشة، ديت من سكاكين المارتينيز برضو بحدوة او بحلقة تقفل اللوك بتاعها. وفي ديت برضو اصغر شوية من شركة برضو مارتينيز زي ما انت شايف. وفي عندك الحتة ديت اللي برضو نفس قصة النباخات. انا عجبني في التلاتة دول قصتهم برضو منقشة كده وعليها رسومات على النصل زي ما انتوا ما شايفين اهو. نيجي بقى التلاتة دول نفس بعض، دول برضو من شركة مارتينيز. المقبض بتاعهم خشب ورد زي ما انت شايف، سكاكين برتغالية دول جداد اهم. دول تلات سكاكين جداد من شركة مارتينيز البرتغالية زي ما انت شايفه. دول موجودين اهو، دول كلهم شركة مارتينيز البرتغالية. اعتقد الجنب اللي هنا ده كله خلصنا منه. لا، في سكينتين خلينا نخلص منهم. شايف دي شغال عليها، عامل لها زي ما انت شايف كده، شايف لمعة السكينة، النصل بتاعها مراية تمام، خشبة غامقة اصطفيتها. ودي كنت فاتحها عشان اعمل عليها شغل نفس الاصدارات المموهة اللي هندخل عليها دلوقتي. دي لقيت فيها زي طفرة جينية كده وعيب مصنعي في المقبض من تحت، عجبني الشكل ده فقلت اخليها خلاص مش هشتغل عليها، وخليتها بصراحة وقلت هركبها تاني او هعمل عليها ديزاين واسيب الحتة المخرفة ديت زي ما هي نرجع نستخدمها. الحمد لله النص ده خلص على خير، مقطع شاق جدا يا جماعة. المجموعة ديت ده اصداري الاول من الاوكابي زي ما انتم شايفين كده، ده اصداري الاول من سكاكين الاوكابي زي ما انت شايف. حفر السكينة نص ونص، راكب عليها ميدالية باراكورد، السلاح واخد معالجة طبعا زي ما انتم شايفين كده فريد كلورايد. سكينة جميلة جدا. عندي المجموعة ديت منها زي ما انت شايف اهو، كل دول نفس الاصدار، ده اصدار من اصداراتي الخاصة يا جماعة زي ما انتم شايفين كده، ده هو اصدار من اصداراتي الخاصة. وديت مطوتي الشخصية اللي انا لما احب اقول دي سكينتي الاوكابي تبقى هي ديت سكينتي الاوكابي. وديت سكينتي الشخصية الاوبينال على فكرة، يعني دي سكينتي الشخصية الاوبينال وديت سكينتي الشخصية الاوكابي. طبعا ميرور بليد فيها ثامب ستيد راكب على السلاح من فوق عشان لما عاوز افتحها او اقفلها، نصل مراية والحد نفسه مراية، راكب عليها ميدالية الباراكورد القائد الحزين بالشكل الاحمر ده زي ما انتم شايفين. الضفر اللي راكب على المطوة ده ضفر الماني من شركة ضفر اسباني من شركة جوكر الاسبانية، واخدة الفتحة التمويهية ديت اللي ممكن تديلك للوهلة الاولى ان هي حتة الماني، لكنها حتة كارب اوكابي افريقي بس مصروف عليها تمن الماني تمام. نيجي للنسخة المموهة، دي النسخة المموهة الخضراء وده الاصدار الثاني يا جماعة. دي المجموعة اللي عندي من النسخة المموهة الخضراء، هم يعني كام حتة حلوين كده بتاع حوالي نص دستة. دول نص دستة، اشوف دول ودول نص دستة، يعني دول ست حبات ودول ست حبات من الاصدارات المموهة. طبعا الاصدارات المموهة زي ما انتم شايفين كده هي واخدة نص ونص جيشي زي ما انت شايف، واللمعة الجميلة ديت، السلاح واخد تلميعة حلوة كده مظبطاه، وراكباله حتة الميدالية الباراكورد اللي ورا ديت، وده يعتبر الاصدار التاني. طبعا تالت اصدار اللي هو ابو ضفر، ابو ضفر ده تالت اصدار انا عملته، ده اخر اصدار انا عملته. طبعا السكينة ديت ما بعتبرهاش اصدارات لان ده بروجكت، يعني عملتها وعجبتني فاحتفظت بيها ك
كبروجكت او كمشروع ممكن اشتغله، لكن الحاجه اللي بتعجبني قوي بحب اشوف عندي منها كتير. يعني اعمل لي اصدار زي كده اهو، زي ما شايفين ده نص دسته، ده كان عندي منه دسته بس طبعا اديت حبايبي او هديت منه شويه. في عندكم بقى دول وفي طبعا اتنين ما لهمش علاقه بالنص دسته، بس ده طبعا الاصدار الممول، بس دي فئه ثانيه خالص اللي هي السكاكين الزرقاء. ده المموه الازرق طبعا اللي انا كنت بوريه لكم في الاول، ده المموه الاخضر اهو، ده المموهات الزرق ديت. عملت منهم حوالي 3 حبات طبعا، 2 زي ما انتم شايفين كده، واحده للتست. ده المموهات. ممكن اوريكم بقى البروجكتات، يعني مثلا شايفين انتوا الزرقاء والخضراء دي، في واحده زرقاء اهي، دي اللي هي المشروع قبل ما تتلمع، حتى ما تقفلتش لسه. بص المسامير لسه فيها اهي، ما تقفلتش، ده فقط المشروع يا جماعه. وديت المموهه الخضراء زي ما انت شايف كده اهو، برضك ما تقفلتش، ده كان المشروع. شايف حتى ديت متاكسده ومتسوده ليه؟ لان ده كان مشروع تاني خالص. وفي عندك المشروع اللي واخد جولد اهو، شايف كل دي مشاريع، ده هو اللي واخد ذهبي، ده مشروع. وفي بقى اللي واخد ذهبي شويه مش زياده، يعني بص ده واخد ذهبي كامل. كل دي تجارب وسكاكين بتبوظ لغايه ما اعتمد لي اصدار يبقى مرتاح، ابقى انا مرتاح له. بص دي متقفله بس دي بروجكت زيها زي الاخت الحلوه دي، زيها زي دول. شوف دي متلمعه وكل حاجه واخده حتت ذهب تقيله كده في كل مكان، حته تقيله مش زي ديت متوزع. شايف في فرق برضو بين دي وبين ديت في التوزيعات، تمام؟ فديت تعتبر اصدار من الاصدارات. في حاجه زي كده زي ما انت شايف اللي هي بتبقى ذهبي في اسود. بص دي كامل 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 ذهبي في اسود، يعني هي السكينه سودا واخده ورق الذهب ومتلمعه. ده طبعا ورق ذهب عيار 24، وللنسبه للناس اللي هتسال او كده هو مش غالي، يعني الحاجات ديت اكسسوارات وكده تتباع مش غاليه. شايف مطوه بقى شكلها عامل ازاي؟ دي من ضمن الاكسسوارات او البروجكتات اللي انا عاملها. يبقى احنا كده خلصنا البروجكتات، برضو نرجعهم على جنب، وده الاصدار الاخضر وده الاصدار الازرق. في بروجكتين تانيين دول انا عاملهم ديكور كده للقناه، طبعا ده كامل النصل واخد ورق ذهب، حتى الظهر واخد ورق ذهب، والمقبض بتاعها زي ما انتم شايفين كده اسود في احمر، ديت محطوطه ديكور. وديت المموهه الجولد، ده الاصدار المموه الجولد، عامل منه حبه فقط برضك حاططها عندي من ساعه ما عملتها ما قفلتهاش. ليه؟ عشان ده ما يتشوهش، يعني انا كديكور اقدر اعملها عادي واحطها، لكن انت كاستخدام يومي او حاجه زي كده مش هتنفع معاك. فكده احنا خلصنا كل المجموعه ديت، نقدر ننتقل دلوقتي الى مجموعه التجارب. ده بروجكت الماني الاصدار الاول، دول سكينه 2 3 ركزوا معايا، خربوا عشان اطلع الاصدار ده، مش خربوا، يعني عندك واحده زي دي اتعملت والخشبه اتحرقت كامله ما عجبتنيش لغيت المشروع. عندك واحده زي دي اتعملت والخشبه اتحرقت في حتت مختلفه ما عجبتنيش لغيت الموضوع. عندك واحده زي دي اتعملت واتعمل لها ضفور من جوه او فتحات من جوه، وعالجت النصل بتاعها بالنار وكده ما عجبتنيش، وقف المشروع على كده لغايه ما بدات ان انا اعمل اشتغل على النص ونص، نص فاتح نص غامق زي ما انتوا ما شايفين كده بالظبط. تمام تمام نيجي حته زي كده اهي، ديت تعتبر راس دولفين زي ما انتوا ما شايفين، المقبض نص منقرش نص ساده ونص فتحات، والظهر بتاعها بالكامل اهو زي ما انتوا ما شايفين منقرش. تمام دي برضك من ضمن الاصدارات. نيجي الاصدار من الاصدارات ده دي سكينه لعب بقى، دي بتاعتي انا، كنت من اول ما فتحت كنت عملت فيها
كان فتح التهوية كده وبدأت ان انا العب فيها. فديت يعني حاجة كده خفيفة بتاعتي لما احب ان انا العب بالسكاكين او كده، فيعني دي تعتبر خفيفة تمام بتاعت لعب. ده اول اصدار اوكابي افريقي اعمله. طبعا عشان تعمله في فيديو عندي على القناة موجود ازاي توسع النسل وتبدأ تركبه، هو الفيديو قديم شوية والطرق بتاعته بدائية لكن يمشي، وان شاء الله في المستقبل ممكن نعلمكم ازاي تعملوا حاجة زي كده تمام. نيجي ندخل على السكاكين العاجية. شوف دي واحدة برضو عليها رسم. ده البروجكت الرسم الحقيقي اللي انا عملته قبل ما ابدأ ان انا ارسم مموهات او كده. رسمت كده بشكل زي ما انتم شايفين، شكل عشوائي، وعالجت الخشبة بعد الرسم وشفت اذا كان الرسم هيقعد ولا لا، وزي ما انتم شايفين الرسمة الى الان قاعدة وجميلة جدا. نيجي ندخل على الشغل الباكستاني. دي قطعتين باكستاني من الفولاذ الدمشقي زي انت شايف كده، فولاذ دمشقي خشب جوز نحاس نظام الباك لوك. دوس على الطيره دي بس كده او على القطع اللي ورا دي، خلاص ده كده تدوس خلاص. طبعا منقرشين من ورا زي ما انت شايف كده النقرشات، شغل النحاس والالوانات اللي فيه. خشب ده زي ما قلت لكم ده خشب جوز نحاس فولاذ دمشقي نظام الباك لوك. دي سكاكين باكستانية. في عندي سكينتين ايراني. السكينة ديت اللي هي ام ثلاث خطوط دي، تلات وحايد، ده شغل ايراني واللي فيها ده عظم مزغرف زي انت شايف كده. دول بردك كانوا جايين لي من عند عم عبد الله خشيمة، وديت اختها الصغيرة. ده الشغل الايراني يا جماعة القديم والعظم القديم. وشوف الحلقات ديت اللي فيها من ورا عشان بقى لو هتركبها في سلسلة او ميدالية او كده، وبرده بنظام الباك لوك. دوس على الضفر اللي ورا تقفل معاك زي الفل. ديت السكينة التانية. ده الشغل الايراني. الشغل ده شغلي انا على العاج قديما. ده بروجكت او مشروع لسه ما اكتملش. ديت المفروض ان ده يعني سكين الرماية ونكمله على عاج، بس عندي مشكلة فيه او مش فاضيله فخليته. وده مشروع غريب كده كنت عايز اعمله، ان القرن على وضعه زي ما انتم شايفين كده، القرن على وضعه واحفر فيه وافتح فيه واركب عليه سكينة اوكابي، لكن المقبض كبر مني شوية وخليته زي ما هو زي ما انتم شايفين كده حتة واحدة تمام، وركبت عليه السكينة ديت يعني برضك يعتبر ما كملتوش. وديت سكينة زي ما انتم شايفين كده من قرن الغزال. ده المقبض بتاعه كامل زي ما انتم شايفين من قرن الغزال اهو. ده برضك قرن غزال الايل متعالج وراكب له غويشة زي الباكستاني، زي الاوبينال الفرنساوي بتاع ده، شخرم خالص زي ما انتم شايفين كده اهو بالشكل ده. تقفل كده يبقى ده شكل السكينة وهي قافلة كامل كامل قرن غزال المقبض بتاعها تمام. نيجي احنا هنختم بالنبخات يا جماعة، يعني النبخات ديت هنختم بيها مش هنتكلم عليهم دلوقتي، دول كده ناخدهم في اخر الفيديو تاخدوهم كبسولة وتروحوا. دول سكينتين الرماية. طبعا سكاكين الرماية انتوا عارفينها، المقبض بتاعها بيكون خشب وزي ما انتم شايفين كده ايه ظهر ردادي وفيها حديد من جوه عاملة زي الخوجة الباكستاني. طبعا هم مكتوب لك عليهم ميدن شاينا، بس دول خاصين بشركة الرماية. دول خاصين بشركة الرماية، لكن طبعا هو الصناعة صيني، بس السكاكين دي بتتصنع فقط لشركة الرماية. وسكينة تقيلة جدا وفتحتها مقرفة، يعني ما تقدرش ان انت تفتحها نفس الفتحة، عايزة تتزيت وعايزة تتظبط تمام. نيجي ندخل على المجموعة السوداء.
هتلاقوا عندنا هنا سكاكين كتيرة جدا. هتلاقي ديت الكودو لايت زي ما انت شايف كده. دي الكودو لايت. وديت الكودو الصيني المزورة ام برشامة. وديت كودو لايت برضك. ودي سكين الريم. دي اصدار اللي هي شركة الصياد الاماراتية. ودي برضك سكين الريم. نفس خامات الكودو ونفس المعدن. وديت الريم. وديت الريم. واخر واحدة طبعا الكودو الاصلية. زي ما انتوا ما شايفين كده. ديت المجموعة تعتبر كاملة قدامكو. ناقصنا بس ختامه المسك يا جماعة مع النباخات. اوريكم دلوقتي مجموعة نبخات ان شاء الله ان هي تعجبكم. طبعا عندنا اول واحدة هنبدأ بيها اللي هي السحلية دي. في شغل الباكستاني ما طلعتوش انا ده. شوف اما مسكت السحلية دي افتكرته. في طبعا الباكستاني السكاكين الصغيرة الرفيعة ديت. يعني هي مش عملية قوي لكن انا بجيبها بصراحة للديكور. دول كده تلات مقاسات انا جايبهم زي ما انتم شايفين كده. طبعا المقبض بتاعها نحاس مطعم بخشب الجوز. وطبعا الظهر بتاعها كله فولاذ. سكينة عادية جدا مانيوال ما فيهاش اي نظام قفل. هي بتقفل بروحها. تمام القفل العادي. والنصل بتاعها من الستيل العادي او فولاذ. بصراحة مش عليه نوعه. لكن السكينة رفيعة جدا جدا جدا. وديت لا تستخدم الا لقطع وايرات او حاجة. يعني ممكن تفتح بيها سندوتش تقطع بيها حاجة بس هتبقى مقرفة شوية معاك. انا بصراحة بجيبها للديكور. فكده ده يا رب ما تكونش نسيت حاجة من المجموعة اللي قدام. نيجي دي نباخة جوكر من شركة جوكر الاسبانية. ديت المقبض بتاعها نحاس زي ما انت شايف كده بطنة بفبر. وده النصل بتاعها ال V1. طبعا نظام القفل بتاعها دي بتقفل عادي نفس السكاكين التانية. نيجي لرقم 2 معانا. ديت نباخة من شركة برضو جوكر الاسبانية. بص يا كل النباخات من شركة جوكر الاسبانية المعدن بتاعها ال V1 اللي هو ال 4116. هي الشركة بتحب المعدن ده جدا. مطعمة بنحاس وديت خشب الزيتون. تمام شايف القصة بتاعتها. ممكن اجيب لك بقى الاصغر منها بنتها. ديت مطعمة بقرن غزال الايل. طبعا فينش اسباني خطير. سكينة اكتر من روعة. نيجي بعد كده ده يا جماعة شبيه الزراف. والقصة تختلف وشكل النباخة كمان يختلف عن النباخة دي. شايف شكل النباخة يختلف اهو. ده العاج ده يا جماعة اسمه شبيه الزراف او قرن الجاموس. ده بيطلع كده بيبقى شبه قرن الزراف. تمام او عاج الزراف. دي نباخة. تاني واحدة السودة اللي انتوا شايفينها ديت من قرن الثور. دي زي ما انت شايف كده من قرن الثور يا جماعة. اهي دي برضك نباخة اسباني. اخر نباخة معانا وهي دي بقى ختامه مسك. دي من قرن غزال الايل. شوف القرن شوف الراس شوف الشكل. ودي المجموعة. وانا تعبت جدا في الفيديو ده بصراحة. يعني ما تصورتش ان هو هياخد معانا الوقت ده كله. لكن ديت المجموعة الخشبية زي ما كنتوا بتلحوا عليا ان انتوا عايزين تشوفوها. اتمنى ان انتوا تكونوا استمتعتوا. اتمنى ان المقطع يكون عجبكم. وما تنسوش في نهاية المقطع يا جماعة تدعمونا باللايك او بالاشتراك في القناة وتسيب كومنت عشان تدخل معانا في السحب وتفوز معانا ان شاء الله بتمن سكينة من شركة ام شوكة. بنبعت لك تمن السكينة على اي دولة انت عايش فيها. اعتقد الفيديو ده لو نزل النهاردة اللي هو يوم 31
بكره هيبقى السحب وان شاء الله نختار سكينه ثانيه، فهي المسابقه هتكون مستمره عندنا على القناه. شوف الشكر على خير ان شاء الله في المقطع اللي جاي. ما تنسوش تقولوا لي ايه رايكم في المجموعه اللي قدامكم ديت، والسلام.